أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول بعض البعض: لماذا ندرس في كتاب الزكاة زكاة بهيمة الأنعام؟ لماذا ندرس في كتاب الزكاة زكاة بهيمة الأنعام الإبل والغنم؟ لأن هذه قديمة، ويعيبها بأنه يسميها زكاة الأجداد. ولماذا لا يكون كل الزكاة في النقود؟ لأننا في هذا الوقت أكثر ما نستعمل هذا النوع من النقود. هذا جاهل مركب. أحكام الإسلام وأحكام الشريعة تدرس وتعرف ويأتي لها حاجة، ولكن هذا جهل مركب لا يلتفت إلى كلامه. نعم.